النهاردة بنتكلم على المشاكل اللي هو ممكن يتسبب فيها زيادة انتاج تراي مسايلامين ان اوكسايد وبيختصروه ب تي ام اي او بطريقة يعني زيادة من ميكروبات الامعاء وتروح مأثرة مباشرة على القلب. واحنا اتكلمنا قبل كده على تأثيرها على النواحي التنكسية العصبية، وده بيكرر الكلام اللي احنا قلناها قبل كده، هو ارتباط ميكروبات الامعاء او الميكروبيوم بالتأثير على الكثير من الامراض في الجسم. بنحاول الحقيقة الموضوع يعني كتير وفيه كلام كتير، وهنا بيتكلم في الاول على ان ميكروبات الامعاء الثدييه اللي هي الميكروبيوم او الميكروبيتا هي مجتمع ميكروبي الاكثر وفرة وتنوعا والذي يقيم في الجهاز الهضمي، وبيلعب ميكروبيا الامعاء باعتباره الجينوم الثاني دورا مهما في دمج الاشارات من المضيف، وبيئته بشكل ديناميكي مما يؤثر على كل من التوازن الفسيولوجي وظهور الامعاء. وبالتالي اصبح البحث في ميكروبات الامعاء محور اهتمام العديد من الباحثين. نرجع تاني وبنقول انه معدلات الاصابه الوفيات بامراض القلب والاوعيه الدمويه مرتفعه للغايه في جميع انحاء العالم، وقد وجد الباحثون ان حدوث وتطور امراض القلب والاوعيه الدمويه بيرتبطان ارتباطا وثيقا بالميكروبيولوجيا المعويه. نرجع تاني لنفس الكلام، ان الاختلالات في الميكروبيولوجيا المعويه الناجمه عن التغيرات في تكوين ميكروبات الامعاء ستؤدي في النهايه لتغير المستقلبات الحيويه المعويه، وبالتالي تحويل الحاله الفسيولوجيه للمضيف من الوضع الصحي للوضع المرضي، من استقلاب الكولين الغذائي والتراي مسايلامين ان اوكسيد بيتم انتاجه اللي هو التراي مسايلامين ان اوكسيد بواسطه ميكروبات الامعاء. واظهرت العديد من الدراسات ان هذا المنتج المهم يثبط عمليه التمثيل الغذائي للكوليسترول ويحفز تراكم الصفائح الدمويه والجلطات ويعزز تصلب الشرايين، وبيشارك اكسيد ثلاثي مسايل امين اللي هو الان اللي هو التراي مسايل امين ان اوكسيد بشكل مباشر او غير مباشر بيتسبب في امراض القلب والاوعيه الدمويه، وهو عامل خطر مهم يؤثر على حدوث وحتى تشخيص امراض القلب والاوعيه الدمويه. وتقدم هذه المراجعه الخصائص البيولوجيه والكيميائيه لاكسيد ثلاثي